قليلة أتواصل برفقتكم أيها الأصدقاء، نحن وأنتم وهذه المساحة الممتدة والمساء المفتوح على مصراعيه. لا شك أن للإذاعة دور كبير في تشكيل الوجدان. يوم الجمعة الماضي العالم أجمع ودع أثير هنا لندن بي بي سي، القسم العربي الذي ساهم في تشكيل الوجدان العربي أجمع والعالم من خلال ما يقدم من برامج، ولعله وداع حزين كان على قلوب كل الذين استمعوا وأحبوا هذا الأثير. ليس وحدها بي بي سي التي ساهمت في تشكيل الوجدان الجمعي للسودانيين والأمة العربية، كذلك الإذاعة السودانية منذ العام 1945 أو ما قبلها وما بعدها ساهمت في تشكيل الوجدان السوداني من خلال تقديمها لعدد من البرامج والسهرات والأغنيات. أسعد في هذه المساحة أن أرحب بضيفي وهو كذلك أستاذي وسابقي في مهنة الإعلام الإذاعي الأستاذ الحاج أحمد المصطفى. مرحبا بك حبابك عشرة. مرحب نزار ومرحب بقناة الشروق، وأنا بحيها بعد عودتها مرة أخرى، ونتمنى يعني أن تكون قوية مثل ما عهدنا. نقيف أول حاجة أستاذ الحاج في تجربة بي بي سي والسبب اللي خلى الناس يتعلقوا بها أكثر ويدعوها كل هذا الوداع الحزين. طبعا بي بي سي هي يعني أنشئت، إذا أردنا يعني نتحدث عنها ممكن نتحدث عنها كفزلكة تاريخية. القسم الإنجليزي أو الإذاعة البريطانية هي انطلقت في 22 أكتوبر نزار 1922، بعدها بعد 16 سنة أنشئ القسم العربي لهيئة البي بي سي، وفي 65 بقت باسمها مسماها بهيئة الإذاعة البريطانية، بعد ذلك تحولت إلى التلفزيون في 11 مارس 2008. هي أصلا أنشئت لخدمة الحلفاء وخدمة المستعمرات البريطانية أو إيصال رسالة بريطانيا لمستعمراتها البريطانية. في تلك الفترة لم تكن هناك أي وسيلة تواصل سوى جهاز الراديو، والناس كانوا بيندهشوا يعني في هذا الصندوق الذي يخرج منه الكلام ويلتف حوله، كان في المقاهي في الميادين العامة وما إلى ذلك. يعني لعدم وجود يعني وسيلة بتاع التواصل أو اتصال في ذلك الوقت التف الناس حول البي بي سي. انت كبيك تحدثت عن انه الإذاعة السودانية 45، بي بي سي انطلقت في 38 بعد 7 سنة، ونحن من أوائل الدول يعني زار شهدت قيام الإذاعة أو الإذاعات الوطنية. الاهتمام السودانيين بالسياسة واهتمامهم بمتابعة أخبار العالم، يعني حرصهم على الـ على الـ على الـ على الـ على, الـ على الخبر على الأخبار على على كده أدى لأنهم يرتبطوا بهذه الإذاعة، إضافة إلى إنه شهدت البي بي سي على مر التاريخ عدد كبير جدا من السودانيين، ولعلك عارف إنه السوداني يعني يميل إلى 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 السوداني النجم المذيع لاعب كرة القدم منذ الطيب صالح وغيره أيوب صديق، ودي فرصة أن أحييهم. وأنا لعلي كتبت قبل أيام مقال في الصحافة السودانية ويعني ودحت فيه هنا لندن، وسعدت بأنه يعني إشادة من الأستاذ أيوب صديق من الإمارات، إحنا في دي فرصة أنه نحييه عبر قناة الشروق. هذا الحب هذا الارتباط تواصل حتى حضور أو حتى يعني ظهور القنوات الفضائية والتلفزيون. لكن أستاذ الحاج يعني وأنت تتحدث عن البي بي سي بكل هذا التأثر، لعلي شاهدت أحد الأسماء السودانية في بي بي سي وكان من الذين يودعون بي بي سي في أيام الأخيرة، عمر الطيب. نعم. كان من الشخصيات ومن الأوجه السودانية التي عملت في بي بي سي يمكن في فترة ليست بالقريبة، وكان هو وإحدى شخصيتين من أشهر شخصيات بي بي سي يودعون المشاهدين في اليوم الأخير في والمستمعين لبي بي سي عربي هنا لندن. صحيح، هي حقيقة عدد كبير جدا من السودانيين، الطيب صالح، إسماعيل طه، أيوب صديق، رشا كشان، الزميل رشا كشان، محمد خير البدوي، إضافة إلى الزميل عمر الطيب، عدد كبير ممتد من السودانيين ساهموا في البي بي سي. إضافة إلى ذلك أنا أذكر في إحدى زيارات بحثة البي بي سي للسودان قالوا إنه أكبر عدد من المستمعين اللي بيراسلوا البي بي سي هو من الدول الموجودة في السودان. يعني السودانيين كانوا بيراسلوها عبر برامج الإذاعة الجماهيرية التفاعلية، السياسة بين السائل والمجيب، ندوة المستمعين، بتلقى عدد كبير جدا من ودي أكد لك متابعة السودانيين لهذه الإذاعة. طيب أستاذ الحاج ده بيقودنا لسؤال مهم جدا، هو ما المحتوى الذي كانت تقدمه بي بي سي ليتعلق بها المستمع السوداني لهذه الدرجة؟ هي كانت تقدم مختلف، أنا يعني مختلف
البرامج الثقافية والسياسية والرياضية وما إلى ذلك. في مرة من المرات البي بي سي على ما أذكر 1994 أو 98 نقلت كأس العالم، والوقت ذاك ما كانت فيه الإذاعات الموجودة الآن، نقلت كأس العالم وكان الناس كانوا بيتابعوها بكل هذا الشغف. أنا زي ما قلت لك حرص الناس على المعلومة، تعلق السودانيين بالإذاعة، تعلق السودانيين بالخبر، تعلق السودانيين بمعرفة الجديد. لذلك تم يعني وجدت المتابعة، إضافة إلى ذلك هي خاطبت الوجدان السوداني عبر الأغاني. بي بي سي غنى فيها وردي، كان عنده مغاني لوردي، لمحمد الأمين، للكاشف، لكل الفنانين السودانيين، وبين الحين والأخر كان بيقدم بي 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 يعني بيقدم هذه الأغاني، مما يعني لقت متابعة من الجمهور السوداني. طيب أستاذ الحاج، برضو نتكلم عن المستوى الشخصي، قدمت لك شنو بي بي سي كمستمع، واستفدت منها شنو في تجربتك الإعلامية؟ والله شوف، أنا يعني أكون يعني أحمد الله سبحانه وتعالى، البي بي سي يعني أنا لعل في المقال الأخير اللي كتبته في الصحافة السودانية ذكرت إنه نحن يبان وجودي أنا في الدويمة، أنا ذاك يعني كنت بتابع من الراديو بتاع جدنا البي بي سي، وهو ده اللي حببني للإذاعة، ويعني قد تكون ممكن تقول البي بي سي هي التي قادتني إلى الإذاعة السودانية. طيب كيف تتذكر أول أيامك في الحشان الثلاثة، حوش الإذاعة والتلفزيون والمسرح؟ والله شوف يا نزار، هي الإذاعة دي عشقي قبل أن تكون مهنة. وأنت لو ما عشقت يعني الإذاعة، أنا حسي قاعد أقول للجيل الجديد من الإذاعيين والذين يعني يطرقوا باب الإذاعة السودانية، بقول لهم الإذاعة دي جاية مهنة، أخير مش يشوف له مهنتها. هي ما مهنة، هي عشق، هي انتماء، هي يعني دماء بتجري في أنا من أنا يعني كنت من محاسن الصدف يعني، وبحمد الله سبحانه وتعالى إني دربت على عمالقة العمل الإذاعي رحمهم الله، يعني أغلبهم الأستاذ فراج الطيب، الأستاذ عبد الرحمن أحمد، الأستاذ كمان محمد طيب، أحمد سليمان ضو البيت، عبد الوهاب، أحمد صالح، عدد كبير جدا من فطاحلة الإذاعة السودانية نهن منهم وتدربنا. بعد ذاك جو أخونا محمد الكبير الكتب، الآن إحنا بنحييه في قناة الجزيرة، الزبير عثمان أحمد وما إلى ذلك يعني. فكنا يعني سعيدين إنه نحن تتلمذنا على أيدي هؤلاء العمالقة ونهن من علمهم واستفدنا، وبعد ذاك يعني واصلنا المسيرة يعني. على ذكر الحشانة الثلاثة وإذاعة أم درمان، أنت الآن تقدم برنامج مؤتمر إذاعي، هذا البرنامج صاحب التاريخ الكبير والذي يعني توارثه عدد من الأسماء الكبيرة في عالم الإعلام في السودان وفي الإذاعة السودانية تحديدا. يعني أنا حقيقة ما بقدمه بصفة دائمة، أنا ارتبطت في ذهن السادة المستمعين بالتقرير المعالج بتاع مؤتمر إذاعي. يعني لأول مرة أقول لك يعني زارا لي 17 سنة بعمل التقرير المعالج بتاع برنامج مؤتمر إذاعي، بديته في 2006 بتكليف من مدير الإدارة آنذاك دكتور مختصم بابكر، وهو الآن في قطر نحييه، واستمر لحد الآن. حقيقة البرنامج أو المؤتمر أو السادة المشاهدين، التقرير المعالج هو اختصار لمن فاتهم استماع للبرنامج. يعني أنت في 4 دقائق أو 5 دقائق بتعمل يعني اختصار والزبدة، تلخيص لكل الحلقة. وأنا بستمتع حقيقة، الجماعة بيشوفوها صعبة كده لكن أنا بستمتع. وعلى مدى 17 سنة أخ نزار أنا شغال في التقرير ده، وبيوزع طبعا في نشرة الثالثة وبعد ذاك في بقية الفترات الإخبارية، وده نوع من أشكال العمل الإذاعي، الحوار، التقرير، الرسالة الصوتية وما إلى ذلك. طيب السؤال اللي كان حريص عليه زميلنا سراج الدين مصطفى، سؤال المكان، هل للدويم أي أثر أو تأثير في اتجاهك للمجال الإعلامي؟ والله يشوف انت واخونا سراج يعني دار انت يعني اسرت شجوني. انا حقيقه الدويم هي مدينه يعني، ان كان بابي كربدري هو رائد التعليم في السودان، الدويم ما خنزار هي رائده التعليم في السودان، مختار رضا. الدويم دي مدينه يعني زار عجيبه جدا، يعني لا يمكن ان تجد فيها انسان امي، لا يمكن ان تجد فيها انسان ما مثقف. هذه مدينه يعني فريده على مستوى السودان، ويفتخروا بها أهلها، خرجت الرياضيين والمثقفين، والمدينة خرجوا منها 2 من رؤساء وزراء السودان، سر الخاتم الخليفة محمد أحمد بن حجوب، مدينة خرجت التجاني حاج موسى، مدينة خرجت العديد من المثقفين والأدباء والفنانين والمبدعين. فقطع شك يعني زول عاش ونشأ ونمى في هذا الجو، قطع شك لازم يكون عنده يعني ولو شيء بسيط من الملكة الإعلامية. جميل أستاذ الحاج، إذاعة ولاية نيل الأبيض كوستي أو هنا كوستي، تجربة في الخاطر وذكريات كثيرة وشجون وحديث، أنت من المؤسسين
أنا مش من المؤسسين، أنا أسستها ذاتي يعني. زار يعني نحن في 1998 تلفتنا يمنة ويسرى، ودي فرصة أن نحيي أهلنا في ولاية النيل الأبيض. وجدنا إنه كل السودان فيه إذاعات ولائية ما عدا النيل. فأنا ذاك أنا حقيقة وابتعثت من الأستاذ البروف صلاح الدين فاضل اللي عندي هو مستشفى، يعني نظر الله إنه يعني يزلق عليه الصحة والعافية، وابتعثت لأسس إذاعة النيل الأبيض. وفعلا من 1998 في 1999 بدينا بس على موجة إذاعة ود مدني. في 2003 أنشأنا محطة في كوستي، وكانت هنا كوستي، وهي يعني لي معها ذكريات ومع أهل كوستي الطيبين ومع أهل الربك ومع أهل النيل الأبيض. وكان الزول عمل لي جمهور، يعني زول بيجي ماشي في الشارع كده جماعة يا نزار زي ما عارف أهلنا في كوستي وارتباطهم بالإذاعة. فأنا حقيقة استفدت من هذه التجربة ولي معها ذكريات، ولحد الآن بتواصل وبتواصلوا معي المستمعين، رغم أنه أنا لي الآن 17 أو 18 سنة من خليت كوستي، لكن إلى الآن بالواتساب وبوسائل التواصل الجديدة دي يعني وبتواصل مع المستمعين ومع المحبين في كوستي وفي النيل الأبيض. على ذكر تجربة إذاعة ولاية النيل الأبيض هنا كوستي، كيف تنظر لتجربة الإذاعات الولائية؟ والله قبل تجربة الإذاعات الولائية خليني دي فرصة أن أخاطب القائمين على الأمر في موضوع الإذاعات الخاصة. الآن خرطوم دي فيها كم؟ 40 إذاعة يا نزار. أنا ما شايف وتقدم يعني بعضها يقدم جيد جدا يعني في، لكن البعض يقدم غثاء كغثاء السيل يعني. أنا والله بدعو القائمين على الأمر إنه يعملوا ضبط لهذه الإذاعات، لأنه حقيقة الإذاعة دي تدخل البيت زي ما القنوات بتدخل البيت بنفس إذان. أنا بفتكر إنه لابد أن توضع، وده ما حكر لرأي ولا حكر لفكرة، لكن يا إخواننا ده يعني لما أخش على زور في بيته يعني على لازم أخش بمواصفات وبكده. الآن تجربة الإذاعات الولائية كان أكبر خطأ هي فصلها وتبعتها للولايات. تم قرار بأنه تبعت صارت تبع الولايات، والولايات أنت عارف التكلفة تحت التشغيل والإسمين الباص وما إلى ذلك والموارد، فالولاء بيخدتها على حسب مزاج الرجل الأول في الولاية. إن كان من هواة الإعلام الإذاعة بتنمو وتطور، وإن لم تكن يعاني أهلها ويشكو لطوب الأرض. أنا بدعو من هذا إنه في الدستور الجديد أو في القوانين الجديدة إنه تبعية الإذاعة الولائية إلى أم درمان، لأن أم درمان عندها القدرة على الصرف، عندها القدرة على المتابعة. وكذلك الإذاعات الخاصة محتاجة برضو للإخوة من الإخوة في وزارة الثقافة والإعلام إنه لازم الإذاعات الخاصة دي يضعوا لها حد. الآن تتكاثر، وأنا كان كتبت قبل فترة في مقال. أنا حاجيك في محور منفصل لتجربة محطات الإفهم، لكن خلينا في تجربة المحطات الولائية. هل أفقدت الإذاعة القومية قوميتها؟ لا لم تفقدها، لكن لم تفقدها لأنه أم درمان لا زالت تحتفظ ببريقها، لا زالت تحتفظ بلمعانة، لازم تحتفظ بسمعتها. لكن الإشكالية وين يعني؟ الإشكالية إنه الآن عدم هذه التبعية، يعني أنت بتلقى أم درمان زمان كان الساعة 3 يقول لك الآن تنضم الإذاعات الولائية والمخصصة والموجهة لأم درمان اللي هي وحدة الوجدان. الآن أم درمان بتكون بتزيع في نشرة، بتزيع في خبر، بتزيع في بيان، بتزيع في كورة اللي هي بتهم كل السودان، بتلقى الإذاعة الولائية شغالة لأنه ما في رابط بينه. ما دي مش القومية اللي بنتكلم عنها؟ أي نعم، يعني عشان كده انا بقول لك انها هي فقدت الـ 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 الانتماء لأم درمان. اذا تابع، انا عشان كده بدعو لتبعيه الاذاعات الولائيه، مش عشان تكلفه التشغيل، ولكن يا اخوانا الاذاعات دي هي ممسكه الوحده الوطنيه. السودان ده الاذاعات دي ممكن تفتته بل اذا تركناها نحن على هذا المستوى يعني. طيب نرجع برضو، انت شايف عندك كلام عن محطات الاف ام المتخصصه، هل نجحت في ايصال رسالتها الاذاعيه؟ والله انا ما بفتكرها نجحت ابدا. انا ما ضد قيام الاذاعات المتخصصه. إذاعات متخصصة بمعنى يعني مثلا إذاعة معنية بالثقافة، إذاعة معنية بالطب، إذاعة معنية بالرياضة، ما مشكلة، ما عندنا أي إشكال. إخواننا الصين بكلها بمليار و800 في كلها فيها ما قل من 5 إذاعات اف ام. أنا ما بدعو للحجر الرأي ولا لكن بدعو لضبط يعني ما معقول يجيني مذيع يقدم لي نشرة كلها أخطاء لغوية، ما عندهم، ما في رابط، ما في حوكمة. أم درمان رغم هذا العدد الكبير من الإذاعات يعني زاد، لكن بنلقاها لا زالت محافظة على 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 برامجها، محافظة على التزامها، لأنه أنا زي ما قلت لك هو ضيف يدخل بلا استئذان، لابد أن يكون على قدر مستوى
الناس البيت اللي بيمشي لهم. انا هنا تحضرني قوله قال لي انا استاذنا محمد خوجري صالحين رحمه الله عليه، قال يا اخواني انتوا عارفوا انكم بتخاطبوا العالم، بتخاطبوا الدكتور، بتخاطبوا المزارع، بتخاطبوا الامي، وبتخاطبوا ست البيت. عشان كده انت لازم ديك كلهم اللي بيستمعوا لك وادوك اضانهم يعني زار، لازم تكون انت على قدر هذا المستمع. بالمقابل يعني استاذ الحاج، حتى الذين تحدثوا عن واتفقوا معك في الرأي عن أنه محطات اللي فيها المتخصصة لم تقم بالدور الذي أنشئت من أجله، بيعتقدوا أنه لإذاعة أم درمان الأثر سواء كان المباشر أو غير المباشر في التأثير عليها وفي الهيمنة عليها، باعتبار أنه لم تطلع من نطاق هنا أم درمان الإذاعة السودانية محطات أم درمان. هي أم درمان الآن عندها إذاعة السلام، عندها إذاعة البيت السوداني، عندها إذاعة الشباب والرياضة، فيها مساحة من البرامج. لكن إخوانا دي الإذاعة الوطنية في كل العالم، في كل الدول العربية، في كل الدول الأفريقية، الإذاعة الوطنية دي محكومة بفريم محدد لابد أن تعمل من خلاله. نحن عشان 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 نمرق من هذا الفريم، عشان نحن نواكب التطلعات بتاعت الشباب والجيل القائم الآن، عشان إذاعة البيت السوداني، عشان إذاعة السلام، عشان إذاعة الشباب والرياض. لكن برضو الآن يا نزار، الشعب السوداني بيقول لك إذاعة أم درمان قالت، يعني هي في النهاية صارت المصدر. أنا حقيقة زي ما قلت لك، إذا دعينا نرجع لموضوع الإذاعات الخاصة، لأنه حقيقة ما في رابط، انا ما شاعر انه في وبعدين مرات بيقدموا معلومات. يعني قبل فتره انا بستمع لي في اذاعه قالت توجد في 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 ولايه النيل الابيض جامعتان في مدينه كوستي، في وهما جامعه بخطروضة وجامعه الامام المهدي. يعني ذاتها ما عارفه بخطروضة موجوده وين، والموضوع مش عادي يعني زار. يعني المعلومه انت لما تقدمها للمستمع لابد ان تكون مستوثق منها، لابد، لانه انت في النهايه انت هو المعلم وانت التلميذ اللي بتستمع. أنا ده القصد بتاعي. طيب، هو الاتهام أيضا موجه لكم أنتم الخبراء في مجال الإذاعة بأنه أثرتوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الإذاعات المتخصصة باستنساخ تجربة أم درمان سواء كان في الإدارة أو في البرامج، بالتالي لم تستطع هذه المحطات المتخصصة، محطات اللي فهم المواكبة. ده اتهام موجه وموجود في الأسافير، باعتبار أنه محطات اللي فهم كان يجب أن تقوم بدور مختلف عما تقوم به إذاعة هنا أم درمان. أي محطات تبع أم درمان والمحطات، لا المحطات الخاصة. المحطات الخاصة أنا زي ما قلت لك هي كانت في فترة من الفترات هي تجارة وكسب، يعني يزول بيعمل لي زعلي. والآن مع زيادة أسعار البث وكذا، أنا بتوقع أنه تقف عدد كبير منها، لأن هيئة البث زادت الرسوم التشغيل ورسوم العمل يعني. لكن أنا الكلام ده ما يعني ما بأيد ولا وغير صحيح. يعني أم درمان عندها تجربتها، أنا زي ما قلت لك عندها عملها، لكن وعندها الفريم الشغالة فيه. أنت الإذاعة هي شنو؟ أنت لابد أن تحدد رسالتها. ما هي رسالة؟ الرسالة العامية شنو؟ هي رسالة ومرسل ومستقبل وأداة. أنت لابد، الآن أنا بقول لك بتلقى إذاعة هي بتتحدث عن أنه والله إذاعة ثقافية، لكن ما بتقدم ولا مادة ثقافة. بتلقى لك مثلا إذاعة بتتحدث عن فن، ما بتقدم لا ولا فن، شغالة رياضة وشغالة أدب وشغالة فن وشغالة كده. فأنا بدعو الإذاعات الإف إم يعني زهر إنها هي يعني المانديت بتاعها من أجله أنشئت الإذاعة أن تعمل فيه. طيب أستاذ الحاج، أيضا من الأسئلة المهمة جدا هو كيف يمكن أن نستفيد من كل هذا الكم الهائل من محطات الإف إم وتوظيفها بحيث تخدم الفكرة العامة، الرسالة الموجهة التي تعتقد بأن أي محطة فيهم عندها رسالة تجاه المجتمع، كيف نستفيد من هذا التكوين وهذا الاختلاف وهذا العدد؟ طيب، هذا العدد أول حاجة لابد أن يحصل دمج في محطات الإفهم، عشان أنا ذاتي كمتلقي يعني ما تسحم أذني العشرات. أنا بقول لك الآن في قريب 40 محطة في خرطوم يعني. طيب، هذا واحد. اثنين، كل إذاعة لابد أن تحدد المهمة بتاعتها والرسالة بتاعتها. بعد ذلك لا بد أن يخضعوا لتدريب الزملاء والزميلات في الإذاعات، لا بد أن يخضعوا لتدريب. ما ممكن أجيب أنا زول أو شخص أجيبه عمل له تدريب كل يوم يومين ثلاثة بعد أربعة يوم أنا ألقاه يعني على الهواء يعني ذلك. فلا بد أن يخضعوا لتدريب. لا بد، أنا برضو برجو من الدولة برضو أن تخفض هذه الرسوم حتى يتمكن السادة ملاك هذه الإذاعات في ترقية أداء منسوبيهم
والصرف عليهم ومن بعد ذلك الانطلاق إلى آفاق أرحب إن شاء الله. هل نتوقع التكنولوجيا أن تهزم محطات الإفهم كما هزمت عدد من الصحف، أو أن لا تستطيع محطات الإفهم أو الإذاعات المواكبة لتجاري التطور التكنولوجي الحديث؟ طبعا كان في، ونحن نرجع للبي بي سي، كان في حوار دائر في أنه البي بي سي تجاوز الزمن والراديو تجاوز الزمن. أنا بقول يا نزار، بقول في بلد زي السودان الراديو لن يستطيع أن يتجاوز. صحيح الصحف ممكن مع الـ مع الـ مع الوسائل التواصل الجديدة الزمن ممكن نقول تجاوزها، لكن برضو في العدد ما ساهل اللازم يقرأ الصحيفة الورقية في السودان، في بلد فيه صعوبة الاتصال، فيه صعوبة الانترنت، فيه صعوبة المواصلات، يظل الراديو هو الوسيلة الوحيدة للتواصل ولإيصال المعلومة يا نزار للمتلقي. طيب أيضا هناك محطة لابد من نقيف حولها، وهي تجربة المحطات المرئية، تحويل المحطات الإذاعية إلى محطات إذاعية مرئية. جزء كبير جدا من العاملين في مجال الإذاعة اعتبروا أن هذه التجربة ساهمت بصورة سلبية في انتشار الإذاعة، باعتبار أنها يعني قتلت أهم جانب لدى المستمع وهو الخيال بتحويله للرؤية. جزء آخر رأى أنها مواكبة لتطور التكنولوجيا، وبالتالي الوصول إلى قاعدة جماهيرية أكبر، إلى أي جمهور ينضم أستاذ الحاج؟ هي مواكبة للتطور، لكن برضو طبعا الإذاعة فيها وأنا برضو بحيي أستاذنا صلاح الدين الفاضل البروف، عنده كتاب رؤية الرؤية عبر الأذن، فن الرؤية، اللي هو فن الرؤية عبر الأذن. هذا الخيال، ميزة الإذاعة هو الخيال، لكن لو افتكر انه لابد، يعني انا مع انصار انه ممكن ان تتحول الاذاعه، وده اخواننا في اذاعه بلادي الان، انا بحييهم وبحيي الزميل عبود سيف الدين مدير الاذاعه الان. بلادي حتنطلق الى حتصبح قناه فضائيه ايضا، حتنقل الاذاعه الى التلفزيون. ليه هل بيمنع شنو بعد شويه نشوف التلفزيون برضه في 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 الموبايل، يعني نشاهدها برضه ونقراها وكده. لكن طبعا تظل الاذاعه والراديو، جهاز الراديو مهم جدا في بلد في السودان في ظل الظروف دي. انا شكر لك جدا الاذاعي الاستاذ الحاج احمد المصطفى، كنت ضيف عزيز علينا في ظلال الاصيل، نورتنا وكثر خيرك. انا والله برضو يعني زار سعيد جدا بهذا الحوار، ونتمنى ان نلتقي بكم، والشروق يعني كالعهد بها دائما شمس السودان التي لا تخيب. شكرا جزيلا، دي كانت مساحتنا الثانيه في ظلال الاصيل، والتي استضفنا فيها الاذاعي الاستاذ الحاج احمد المصطفى بكل ما يحمل من خبرات في مجال الاعلام، وحديث ذو شجون في الحشان الثلاثة، وتجربة بي بي سي، وذكريات إذاعتنا كوستي ومدينة أم درمان. شكرا لكم طيب المتابعة والمشاهدة، غدا بإذن الله تعالى تلاقي جديد وفريق عمل جديد، حتى ذلك الحين تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. السلام.